السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نعمل أكلة الكنافة المدلوقة. طبعا المقادير موجودة عندي 200 جرام من الكنافة، موجودة عندنا 200 جرام من القشطة. طبعا القشطة حسب الرغبة، أنا القشطة عندي موجودة، أنا طبعا عاملتها. هذا وش الحليب بقيمه بجهزه، يعني عندي بحتفظ فيه بالثلاجة. عندي 200 جرام من القشطة، وطبعا عنا مشان القطر موجود عنا فنجان من السكر، 3/4 فنجان مي مشان نضيفه للقطر. وطبعا المفروض يكون موجود عندي حامض، عصرة ليمون مفروض حط عليه. طبعا من أجل الزينة بده يكون عندي فستق مبروش بهذا الشكل. طبعا بده يكون عندي ملعقة كبيرة من الزبدة. طبعا هلا من اجل تحضير القطر، فنجان سكر مع 3/4 فنجان مي ضفناهن، عم نقوم بتحريكهم على نار هادية. وبس يغلو نحن المفروض نضيف لهم عصرة ليمون. طبعا هلا من اجل تحضير الكنافة، جبنا 200 جرام كنافة، ضفنا فوقهم ملعقة من الزبدة، عم نقوم بتحميصهم على نار هادية هذا الشكل. طبعا القطر هلا انا كونه غلا مفروض اني اعمل عصر عليه عصرة ليمونة هالشكل، هذا بكفي. طبعا الكنافة عم تتحمص بهذا الشكل، لسه بدها شوي كمان. طبعا هلا مفروض انه بعد ما تحمصت الكنافة نضيف فوقها القطر اللي رحنا جهزنا. هلا حنضيف القطر. طبعا هلا بعد ما ضفنا القطر فوق الكنافة خلطناها بهذا الشكل، هلا مفروض نجيب طبق ونفردها عليه حتى تبرد. هلا بدنا نضيف الكنافة على الطبق، نفردها، نتركها شوي لحتى تبرد. طبعا بعد ما فردتها صار عندي هذا الشكل. انا بحب اسكبها بالشوكة لحتى وقت تحط القشطة فوقها تمتص القشطة وما تطلع يعني قاسية. طبعا هلا بدنا نضيف القشطة، نوزعها هذا الشكل، نمد عليها. طبعا هلا بعد ما مدينا القشطة بهذا الشكل هذا صار عندي، وزعناها عليها كلياتها. بيعنا خطوة واحدة وهي نزينها بالفستق المبروش. طبعا انا هزين بايدي بهذا الشكل. وطبعا هلا الطبق صار عنا جاهز، والف صحة وهنا.